السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأعلمكم طريقة الحصول على بطاقة ماستر كارد مجانا تصلك إلى باب منزلك. الآن تابعوا معي الشرح رجاء. سأضع لكم رابط التسجيل أسفل الفيديو، فقط تقومون بالضغط عليه ثم نضغط على Sign up now. بعد الضغط عليها سنتسجل. مثلا ثم نضغط على نيكس. ستنبثق عليك هذه الصفحة مرة أخرى. هنا ستضع الدولة، نضغط على ام لاختصار. نعم مثلا المغربي، سأضع مراكو كما ترون. وهنا عنوان، عنوانك الكامل وضعه الآن. وهنا المدينة، وهنا البوستال كود أو الزيب كود. ثم هنا تضع رقم الهاتف كما ترون. ثم تضغط مرة أخرى على ميكس. الآن هنا ستضع الباسورد، تكتب الباسورد ثم تعيد كتابته مرة أخرى. ثم تختار سؤال الأمان، ثم تضع هنا سؤال الأمان، عفوا تضع هنا جواب الأمان، ثم تضغط مرة أخرى على نيكس. لكن كي لا نلعب مع الموقع، لأنه بعد أن تضغط على نيكس فستكمل التسجيل، لأنها بنك عالمي لا يجب أن أضغط على نيكس لكي أسجل، وأنا لن أعمل بهذا الحساب مرة أخرى، لذلك سأتابع الشرح من جهة أخرى. بعد أن تكمل التسجيل سيرسلون لك أول رسالة على إيميلك أو جيميل الخاص بك. مثلا إن وضعت الهوت ميل فسيرسلونها لك على الأوتلوك، أو جيميل فسيرسلونها لك على الجيميل. أنا مثلا وضعت الهوت ميل، سيرسلونها لي على الهوت ميل. أول رسالة ستوصل بها عزيزي المشاهد هي هكذا، سيقولون لك أنك أتممت الخطوة الأولى هي التسجيل. كما تلاحظون هنا الخطوة الأولى التسجيل تمت. أنت في الخطوة الثانية، سيدرسون الملف الذي قدمته إليهم ثم سترى هل سيوافقون أم لا. ثاني رسالة ستوصل بها هي هذه، كما تلاحظون فهي عبارة عن ثلاث خطوات. إن تم الموافقة على طلبك سترى هكذا الخطوة الثانية، الموافقة تم استكمالها. ثم الآن سترى التسليم، ستنتظر التسليم كما تلاحظون في هذه الرسالة. من المقدر أن تصل إليك بطاقتك في الفترة ما بين 27 أكتوبر و 3 نوفمبر. أنا وصلتني في أقل من هذا، من هذه المدة. أما بخصوص الرسالة الثالثة سلوك هكذا، معلومات خاصة بالحساب لديك، ثم ستكمل بعد الإعدادات. أيضا يجب عليك أن ترسل لهم وجه، ماذا أقول، يجب أن ترسل لهم صورة للواجهة الأولى للبطاقة الشخصية لك من الجهة الأولى والجهة الثانية. ستضغط على هنا وسترفعها لهم.
بعد كل هذا سيطلبون منك تفعيل حسابك. سأدخل أنا إلى حسابي. ستجد هنا في مكان قم بتوصية صداق ستجد تفعيل. إن كنت تدع موقع بالعربية ستجد هنا تفعيل. عندما تضغط على تفعيل ستظهر لك خانة ستقوم بكتابة الكود المتواجد في البطاقة، وفي الخانة الثانية ستضع رمز أمان متكون من 4 شفرات، ثم ستعيده، ثم ستضغط على أونتخي. بعدها سيقولونك إن طلبك تم بنجاح. عزيزي المستخدم، إن بطاقة بايونير ماستر كارد مسبوقة الدفع قد تم تفعيلها. بعد أن تتم تفعيل بطاقتك كملاحظة، الرجاء عدم استخدام البطاقة حتى تقوم بإيداع المال فيها. يمكنك أن تتابع رصيد حسابك في البطاقة في أي وقت تشاء عن طريق الدخول إلى حسابك. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم الحلقة، وأتمنى أن تنضموا إلى أزيد من 1000 مشترك في صفحتي على الفيسبوك. أتمنى أن تضغطوا على سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وشكرا على حسن المتابعة. الآن أصدقائي، بعد أن تصلكم البرقية ستفتحونها، ثم ستخرجون منها هذه الورقة. هذا هو الشعار الخاص ببايونر، وهذه هي المعلومات التي وضعناها عند بداية التسجيل. سنجد البطاقة هنا كما ترون. هذه هي الأرقام الخاصة بها.